وزارة انتقال الطاقي والتنمية المستدامة جابت لنا فكرة وتجربة جديدة باش نشاركوا في هذه التجربة، ولا بد من نقصوا من استهلاك الكهرباء في شهر نوفمبر وديسمبر 2022 مقارنة مع نفس الشهورة ديال العام اللي فات. هذا الاقتصاد غيمكننا نستافدوا من المكافأة في 2023، وكل ما اقتصدنا كل ما تزادت المكافأة. إذن نمشي نشوف الفاتورات ديال نوفمبر دجنبر 2021 ونرد البال ونقتصد من استهلاك الكهرباء، حيت بالصح الاقتصاد في الطاقة راه ربح لينا ولبلادنا.